بعد المحبة والخوف جاء المؤلف رحمه الله تعالى بباب التوكل. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد. الأول في التعريف، التعريف لابد فيه من ثلاثة أشياء: صدق في الاعتماد على الله، ثقة 100%، أخذ بالأسباب المشروعة على الممنوعة. إذن التوكل هو صدق والاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. هذا الشيخ يقول أنا أريد أحفظ القرآن، متوكل على الله؟ قال نعم. صادق؟ قال صادق لا كاذب. واثق؟ قال واثق 100%. تأخذ بالأسباب؟ قال نعم، أراجع أحفظ، عندي شيخ أعرض عليه القرآن. أما بعض الناس يقول المتوكل على الله، تراجع؟ قال لا، أنام وممكن أستيقظ أكون مثل شيخ الإسلام، أحفظ الكتاب والسنة. لا، هذا متواكل. إذن التوكل صدق اعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. موسى عليه الصلاة والسلام قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. صدق وثقة وأخذ بالأسباب المشروعة. يقول بعض العلماء لو لم يرد في التوكل إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية لكفى أن تكون هذه الآية في فضل التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. دلت هذه الآية بمفهومها أن من يتوكل على غير الله نسأل العافية والسلامة خذل. إذن التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور. قال أنواع التوكل ثلاثة أقسام: الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف هذا لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتماد على حي مع نوع افتقار شرك أصغر. بعض الناس تسأله من أين تنفق، من أين تأكل، من أين تشرب، قال من فلان الأمير والتاجر. طيب لو قطع عنك النفقة، قال أموت، أتشرد، أضيع، أهلك، هذا افتقار شرك أصغر. ولو قال أنا رزقي على الله وهذا السبب، وفي السماء رزقكم ما توعدون، لا إشكال. الثالث وكالة، الثالث وكالة، ولا يمكن أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا يمكن أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، بثم لا يمكن يقال أبدا، تقول فقط وكلت أي فوضت فلان. التوكل لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قول من؟ قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند الشدائد، عندما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قالها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم بعدما حصل من الهزيمة في أحد لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. رجع كفار قريش إلى مكة، أبو سفيان لقي ركب من الناس، جماعة من الناس أرادوا السفر إلى المدينة. قال لهم أبو سفيان، قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه أننا نعد العدة حتى نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. الذين قال لهم الناس الركب، إن الناس قريش والأحزاب قد جمعوا لكم الجموع والجيوش والعتاد والعدة فاخشوهم، فزادهم إيمانا. بماذا؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإن جندنا لهم الغالبون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور الجيش بالتجهز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ينتظر قدوم أحد، لم يأتي أحد. من صرفهم؟ الله سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن لابد أن يكون هذا الكلام هو قول كل موحد عند الشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، يعني فيكم،
وتذكيري بآيات الله، فعلى الله لا على غيره توكلت. فأجمعوا أمركم، قال اجتمعوا ولا تختلفوا، ولا تجتمعوا أنتم، اجتمعوا أنتم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، قال لا تخفوا هذا الأمر، اجعلوا هذا الأمر واضح. ما هو؟ قتلي، تقتلوني في هذا اليوم ولا تضروني إلى غد. استطاعوا؟ لماذا؟ لأنه قال على الله توكلت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. توكل عمل قلبي لا يصرف إلا لله.